السلام عليكم، حياكم الله وبياكم، مسيكم بالخير. اليوم سير علي خوي اللي تقريبا يمكن 20 سنة ما شفته، وسولف انا وياه وعلمني بقصة يقول تصلح من ضمن القصص اللي تنشرها. الرجال يتابعني. القصة اللي جابها حقيقة قصة جميلة جدا. في حرمة توفي رجلها شريك في معرض السيارات، وشركاه يعني ما عندهم لا ذمة ولا ضمير. قاموا وكلوا حلاله وحلال ايتام، ومساكينة سكنت لها في شقة في العود. الحرمة هذه قال لها أم عبد الله، وعاشت على صديقة، وأحيانا تخيط ثياب وترزق الله. والله ما أدري قال بويت ولا شقة، شاهد في الأمر. يقول وجهها وظيفة في شمال الرياض في مطار الملك خالد، لكن يوم اشتغلت هناك المسافة عليها طويلة والمصاريف واجد، اضطرت انها تقدم استقالتها وتقعد عند عيالها. ويوم من الايام يقول دخلت بيتي، يقول يوم دخلت الين المرأة عندي ضايق صدرها، يقول لقيتها تتكلم في التليفون، وحطت الغداء وجلست ما تغدت. خير ان شاء الله الغداء، تعال تغدى معي. يقول متعودين اتغدى انا وياها. يقول لا والله، قالت تكفى نفسي من ستة. جاني علم ضيق صدري. قال مين اللي تكلمت؟ قالت ام عبد الله. قال ام عبد الله خويتنا، خير ان شاء الله. قالت 3 شهور ولي جار حالا عليها ما قدرت تسدده. وقالت لي انها البارح ما معها الا ريال واحد، ريال وعيالها صيحون، وراحت البقاله شرت لها هالريال هذا صامولي، وحطت لهم عشتهم بهالصامولي. المهم انه يعني وضعها كان مؤلم ومزعج. يقول خوينا تغديت وطالعت الربع اللي هو يطقطق في المنح، اراضي المنح اللي شمال الرياض، النرجس وما النرجس، يوم كانت ايام رخيصه، وعنده جروب من الزملاء يجلس وياهم يتقهون وياهم ويسوون شاهي شو اسمه تلقيمه، اظن ما تسمني بغلطان، لان دائما العقاريين مشهورين بهالشاهي. الشاهد في الامر يتقهون، ولاد احيانا يسوون العشاء ويجتمعون بعض المكاتب ويسهرون ويسولفون، ويصير بينهم يعني قطات يتقطون لهم في ارض يشترونها. يعني يجينا فرصه، الفرصه دي نسميها مشروع، هو عباره عن بلوك. البلوك هذه قطعه ارض على 4 شوارع مجزئه الى عده قطع. يقول انت قط فيها. يقول المهم يوم جينا ما ادري قال انت قهوه. يقول لا والله، قلت لهم يا الربع والله يا عندي لكم مشروع. يقول انا مرتين كلمتهم نبي نجمع هالحرمه دي، يقول ينشغلون عني. يقول قلت لهم يا الربع والله انا عندي لكم مشروع ما هنا مثله، مشروع لا يفوتكم. يقول له والله قلتهم خير ان شاء الله. يقول والله يجتمعون علي العقاريين. وش قلت والله يا هم ربح، والله يا هم كسب، والله يا في وش عندك وش ما عندك. يقول المهم قلت فيها ارباح مضاعفه ان شاء الله. خير وش مشروعك؟ قلت فيها حرمه حالا عليها جار 8000 نبي نسددها، والبارح تراها ما قدرت تعشي عيالها. لا والله قولتهم، اللي يقول هذا 500 ويقول هذا 1500 وهذا 2005. يقول والله وانا اقول بقول اجمع. يقول جمعت من ذا وجمعت من ذا وجمعت من ذا. يقول يوم عديتها لنا بالضبط 8000. يقول والله القط موتري وين، قلت بروح لها كان اجلس معنا ما ادري وش كم مره. يقول والله القط عمري، وروح لها في بيتها في العود. يقول والله اطق عليها السلام عليكم السلام ام عبد الله. يقول والله تجي خير ان شاء الله يا ابو فلان، اسمه ابو صالح خوينا. قلت معي هالدراهم دي وش حقته؟ قال هذه الاجار. والله اول مره تمسك 8000 من يدها. يقول وتقوم تبتسي وتقوم تصيح، يقول تقبل القبله تدعي لي. يقول انا اركب السياره. يقول الله. يقول انا ابتسي معها. يقول جلست ابتسي في السياره. يقول اجيك طالع للوالد. قلت بروح هو الوالده بسلم عليهم معي وقت. يقول متعود الوقت هذا اصلا مخصصه للمكاتب العقاريه اجلس معهم. والله وادخل البيت حق الوالد والقى ابوي وامي تقهون. يقول ابوي ناظرني شبهر بعيونه، وش اللي جايبه في هالوقت؟ يقول يناظرني ويناظرني الشاهد. يقول اخذت لي فنجان شاهي. يقول لو والله ابوي يوم ناظر في امي قال لها قومي. يقول والله بتقوم وتطلع فوق. خير ان شاء الله. وش فيه؟ قلت بمشي انا بطلع في شيء. لا والله قالت الوالد
اعطينا الظرف اعطينا الظرف. يقول والله امي تجي محولتي من فوق معها ظرف، يقول تعطيه ابوي، يقول ابوي مدلي خير ان شاء الله. قال هذه 50,000. 50,000؟ يقول ايه خير ان شاء الله. هذا رجال اطلب 50,000 وجانبها قبل شوي، وهوجس وهوجس فيك اللي بعتك اياه انه يعطيني هال50,000. يقول والله ما في حسابي الا 110 ريال. ضايق تنبي الدنيا، اعمار تنبنيها عظم والعمال يحتروني والمقاولين وما ادري ايش، ما صرت اقدر اروح لها من دراهم. يقول حسابي والله ما فيها الا 110 ريال بس. يوم اخذت الدراهم وشفتها يقول واتذكر مع عبد الله يقول قوم ابتي. يقول والله قلت بخير ان شاء الله وراك تبتي. يقول والله يا والله يا ابوي صار لي قصتين قبل شيء خير ان شاء الله. قالت يقول قلت له تعرف ام عبد الله ابوي يعرفها خير ان شاء الله. ايش فيها؟ يقول مريتها قبل شيء جمع لها قطه 8,000 بدفع على جار حقها. يقول والله يا ابوي حسابي ما فيها الا 110 ريال بس، ما عندي فلوس ادفع لها، ولا كان ما كلمت الشباب ذول يقطون لها. بين المبلغ اللي يسلمهم عبد الله 8,000 وال50,000 الا نص ساعه او اقل. تبي الله يفرج عنك مثل ما فرج عن خوينا، فرج لك عن مسلم. اذا ما معك شيء ادع له ان الله يفرج له وبشر بالخير. السلام عليكم.